انطلق في هذه الأثناء الشوط 11 والذي يحمل نخبة من المفاريد الابكار. نذهب لنوضح لكم مجريات هذا الشوط وما يحمله من شعارات ومن منافسات قوية. في مقدمة هذا الشوط حاملة الرقم 4 المتحدة مبارك بن سالم بن زهرة، وفي ثاني المراكز حاملة الرقم 1 الفارسة محمد بن سالم المري، وفي ثالث المراكز حاملة الرقم 11 مشهورة من تبحث عن الشهرة في هذا الشوط علي بن راشد الأدهم، وفي خامس المراكز وفي رابع المراكز حاملة الرقم 22 المتحدة راشد بن مبارك آل كبيدة، وعلى خامس المراكز أرى القدوم أرى التسلل من حاملة الرقم 21 الجزيرة راشد بن علي المقارح. ما شاء الله على هذا الاسم يا المقارح، حرك الجزيرة موقعها في الأمام. نعود والعود أحمد مع الصدارة مع الانطلاقة مع المنافسة القوية ومنذ البداية، وما شاء الله تبارك الرحمن المتحدة انطلاقة جميلة ولا أروع. مبارك بن سالم بن زاهرة، ومن الجانب الأيمن أرى دخول وتدخل من حاملة الرقم 1 الفارسة محمد بن سالم المري، من تطمح للوصول إلى رقمها المسجل عليها رقم 1 هي ون وتبحث عن المرتبة نمبر 1. ونقترب من لوحة 700 متر. ما شاء الله تبارك الرحمن، جن جنون المفاريد، جن جنونهن. شاف اللوحة 600 متر، ما شاء الله تبارك الرحمن، حرك يلي بتحرك، تقدم يلي بتتقدم. الشوط يبغي له عزوم، يبغي له قوة، يبغي له مساير. ما شاء الله في هذه اللحظات الفارسة تصدرت هذا الشوط محمد بن سالم المري. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة، ولكن ما شاء الله اللي تدخلت في هذه اللحظات حاملة الرقم 2 بنت صوغان علي بن راشد بن شفيع المري. ما شاء الله يا بن شفيع، الله 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 الله، يا أرض احفظي ما عليك. ما شاء الله تبارك الرحمن، لوحة 200 متر تعديناها تجاوزناها. أرى القادمين من الخلف، أرى القادمات، ولكن أقول من هذه اللحظات من الحين أهنيك يا بن شفيع، تهانينا والناموس لمالك بنت صوغان علي بن شفيع المري لحصوله على أول المراكز في هذا الشوط، وعن جدارة في ثاني المراكز حاملة الرقم 3 الذيبة صالح بن راشد الدعبة، وفي ثالث المراكز حاملة الرقم 12 الشاهينية محمد بن فرد بن دلموكة. ثاني المراكز قلنا لكم الذيبة صالح بن راشد الدعبة. التوقيت الزمني لهذا الشوط 3 دقائق 4 ثواني 88 جزءا من الثانية. تهانينا.